حياكم الله مشاهدينا، نحييكم من منطقة تبوك ومن عزبة صامت المضمرين نواف بن مفلح السحيمي البلوي، وطبعا عدد من اهل الهجن واهل الحراير واهل اللي طبعا مستبشرين بهالقرار من رئيس نادي الابل الشيخ فهد بن حفيان. الله يصبحكم بالخير جميعا. الله يصبحك بالنور والسرور. ابو انور الميكروفون معك، اعطونا علومكم يا هلا. والله علومنا طيبه طال عمرك، ونتشرف طال عمرك بزيارتكم لنا في عزبتي في ميدان تبوك. نعم. لكم منا الشكر والعرفان. تسلم. اي نعم. انا ودي تصف لنا ايام صدر القرار ذاك اليوم وجاكم الخبر. عندكم في العزاب وعندكم في المجالس، وش اللي دار؟ والله طال عمرك مصدر القرار مزاين الابل في مدينة تبوك، وهي نقطة بداية. نعم. لمزاين الابل. مزاين المناطق. مزاين المناطق. نعم. البداية من منطقة تبوك، فهذا كل الفرح والسرور لأهل البل. نعم. خاصة وأهل المزاين وأهل الهجن وأهل المنطقة عامة، فلهم منا جزيل الشكر والعرفان. نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وكذلك نشكر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، فلهم منا جزيل الشكر والعرفان. طيب يا ابو انور، علمني عن الحراير. طبعا المزاين هناك الجمل 20 الحراير، وفردي دق وفردي جل. تحدثني عن الحراير، انت رأي هجن والفحل وانتاجه كذلك. الحراير طال عمرك منطقه تبوك، هذه طال عمرك الحراير عندهم سلاله قديمه. نعم. من قديم العصور. اي هذا مني ولا لا؟ نعم. فهذه طال عمرك سلاله طيبه عندهم من قديم العصور، فيها كثره، فيها رعايه. اي نعم، فيها كثره ومتمسكين فيها، ما زالوا متمسكين فيها، الحره متمسكين فيها. طيب وش تتميز الحره عن الهجن الباقي هلا صايد؟ والله تتميز طال عمرك سلالتها واصلها. طيب اصلها الثابت من قديم العصور. اي نعم. لها مشاركات في الميادين الحرايه. اي نعم، لها مشاركات، تشارك ميادين طال عمرك، وسبقت في ميادين المملكة وفي أنحاء الخليج، بس أخذت رموز. أي بس المزاين أول مرة. أي المزاين، مزاين الجمال أول مرة. المزاين أول مرة. طيب وش وصفها عن الحلال الثاني؟ والله وصف الجمال فيها. أي وصفها طال عمرك برضه فيها المزاين وفيها طال عمرك الأصل. تقدر توصف لي الأصل خلي. تقدر توصف لي شكل الناقة؟ والله أفضل ناقة حرة. الشكل الناقة الحرة طال عمرك رقبتها خارجة. رقبتها طويلة. ايه؟ فاهمني ولا؟ سنامها متوخر وراء. اي نعم. فاهمني ولا؟ وسع الصدر. ما فيها شاء الله. ميزات طيبة. حلو. هذه تمتاز فيها الحرة. والأصل. سلالة قديمة أصل. طيب أصل كيف ثابت. كيف أحكم على المطية هذه أنها حرة؟ أهل طال عمرك أهل الشان والعرف هم اللي يعرفونها. فاهمني؟ كذلك عندنا طال عمرك اللي هو عيد الحميدي. إيه؟ هذا طال عمرك من اللجان في المزاين، وخاصة طال عمرك في الحراير. حلو. اي نعم. حلو، عطنا خلنا نعطيه المقرون. اي نعم. سوق على الحميدي. الحميدي سم طال عمرك. الحميدي عيد الحميدي البلوي طال عمرك. مرحبا يا عيد. مرحب باقي. الله يحييك يا عيد. انت مالك حراير؟ والله انا طال عمرك انا في نادي الابل. ايه؟ انا بلجنة التشبيه والتحكيم في الاصائل في نادي الابل في جسمك عبد العزيز. نعم نعم، معلم يا خالد بن سلمان. نعم طبعا. نعم الله يحييه. وست طيب. سنوات وانا احكم فيها في نادي الابل. تحكم فيها اي لون؟ في الاصائل. في الاصائل. ايه حلو. هذا شيء الاصائل تنقسم لاربع اقسام. اعطنا الحرة طال عمرك، وهي رعية الدار يعني الحرة. نعم. والمهجنة من الحرة. طيب. والعمانية. طيب. والمهجنة من العمانية بعد طال عمرك. حلو، هذه أربع. أربع فيات. طيب هذه فيها الدق على مستوى الجزيرة. اي هذا على مستوى الجزيرة، فيها الدق وفيها الجل. فيها طال عمرك. وين راح البواطن وذي وين راحت؟ لا هذه طال عمرك اللي سجلت في نادي الإبل. اللي سجلت هذه هي. اي اللي سجلت وشاركت. حلو. إيه؟ طيب عطني مواصفات الحرة عن والله مواصفات الحرة طال عمرك تمتاز بالتحمل، وتمتاز طال عمرك في مواصفات الأصل. إذا اكتمل أصلها اكتمل زينها.
لا اكتمل اصلها اكتمل زين. لا بس انا ابي اعرف والناس يعرفون والمتابعين عن مواصفات. احنا في مزايا الهجن، مواصفات الجمال في الحره. نعم الهجن مواصفاتها المهجنه والحره والعمانيه. اي مواصفاتها متقاربه الا ان مزيونه. اي اي الا عريض وربع واذنها طاقه. اي الا ان الحره تختلف عنها طال عمرك في التحمل وفي زين التحمل يا بزين الخد وبزين الرقبه. يعيد سم طال عمرك. ما نخوك حنا في مواصفات كمال، نعرف ان العمانيه ضبي. نعم ضبي. نعم وقام وزانت قامت بعد يجي لها اسبال. نعم وجاء الحياه طويل. نعم وخدها عريض. نعم ورقبتها طالعه. نعم وشكلها كان كراسم واضح، شكلها واضح، كان كراسم راسم. نعم شكلها واضح. لكن الحره الحرايل اعطني وصفها جمال. الحره جمالها طال عمرك يعني هو ما هي كان جمال المزينات الثانيه. اي قلت لك جمالها في اصلها، جمالها في اصلها يعني اني اعرف المطيه. اي مواصفاتها طال عمرك مواطيها تكون صغيره، هذه كل الهجن. اي زارها يكون صغير، مواصفات هجني طبعا هي من الهجني طال عمرك. طيب ادري اي في رقبتها، في وجهها، في طال عمرك اذنها وش شكلها؟ اذنها تكون واقفه. واقفه اي نعم. ولحيها طويل. ولحيها طويل. لها اسبال ولا لا؟ اسبال ما هو مطلوب. ما هو مطلوب. راسها كبير ولا صغير؟ كل ما جل افضل. كل ما كبر. اي نعم كل ما جل افضل. طيب سلفها طويل ولا قصير؟ لا فيها طول شوي. جنبها عريض. اي اي جنبها عريض ولا طولها لها غارب؟ لا طولها متوسط، يكون طولها متوسط. اي حلو. متوسط. حلو. طيب طيب الحليب فيها حليب؟ في نوع منهن في حليب. في حليب. اي طيب كم وصلت اسعارها عندكم قبل المزاين؟ الحين الحين بترتفع. ابى اقول لك شيء يا ابو الواد ايش اسمه؟ ابو سيف. يا ابو سيف المهجنه السبوق مصدرها من الحره اللي تكسر التيمات. شوده مصدرها من الحره. نعم. الجزيره مصدرها. كلها اركاب السبق اللي كسرن التيم واخذن السيوف مصدرها من الحره. ما شاء الله. نعم. طيب طيب كم اسعارها؟ والله اسعارها اهلها والله عند اهلها غاليه. كم البيع الدارج عندكم؟ يعني كام راح ولا ركض؟ مراح مراح. لا بيش مراح للركض. ايه انتاج من 50 للمية للميتين. طيب وش تتوقع قبل المزايا؟ انباع فيهن طال عمرك في حرة من جن باعت ب500 عندنا هنا بمنطقة توك. 500؟ ايه نعم ما شاء الله. ايه وانباعت بمليون. طيب وش تتوقعون لأسعارها بعد المزايا؟ والله ان شاء الله نتوقع اكثر من كذا. تتنسب؟ ايه نعم. طيب في فحول، فحولها موجودة؟ في فحول. وفي فحول. وفي فحول من جن. والله الاسماء تختلف، فيها شعيلان، فيها جنفان، فيها هدلان، فيها يعني حسب المرابط. من يملك هذول السلالات؟ الكون اهل الشمال. من محدد عند الناس ولا كلها؟ لا لا عند القبائل، عند بلي بني عطيه جهينه شررات طال عمرك شمر. ما ونعم. اي نعم ما شاء الله تبارك الحويطات. ايه؟ نعم كل القبائل هذول يمتلكون الحره. اذا ان شاء الله بنشوفك ان شاء الله عضو لجنه في الحرة. والله انا طال عمرك عضو لجنه في النادي هنا، اذا دعونا جينا، هم ما دعونا يعذرونا. بس التحمل لا لا تروح صوبه. لا التحمل هذه لا كمعروف الحره. إيه ميزتها ميزتها بالتحمل. احنا الحين في مجال مزايل. احنا الحين في مجال مزايل نفكر الجمالها. احسن اعطنا بسم الله. صالح مشتوي بالرفاده. ما سمعتك كله. صالح مشتوي بالرفاده. ونعم يا صالح. مالك زول. انت مالك حرايل ولا؟ ايه عندي حرايل. قرب ابو ايه عندي حرايل. طيب وش بتضيف على كلام ابو؟ والله اضيف على كلام عيد ما خلى شيء يضيفه، لكن فيه يعني الحره تختلف عن المهجنه وتختلف عن العمليه. لان الحره وش يصلها؟ وبعضها ممكن ما تجيك جميله. لكنها فيها اصل. بس تدري ان هذه حره. تدري ان هذه حره في شكلها. نعم. وفي اصلها بعضهم طال عمرك يجيب معهم فيها شهاده يمكن وصل الى 15 16 الى 20 عدد. في شهادات لها؟ ايه شهاده بالله كيف. كلها معهم شهادات؟ كلها. الحره حلو. الحره اللي ما هي بحره ما لها شهاده، هم اللي لها اللي حره شهادتها معهم. الا اللي هجنوهن، التهجين غير. هذه الحين البدو اللي عندكم اهل الحراير معهم شهادات كلها؟ اي بالله شهادات تلقى فيها 12 فيها 15 فيها 7. طيب اكبر اكثر واحد يملك حراير عندكم كم عددها؟ والله يختلف، ممكن 50 60 70 بس. لكن الان يعني مع السنين مع المهجنات ومع المهجنات ذي انقطعت الحراير. الحراير. الحراير اللي ذا الحين طعم كساسيه قليل. ايه. قليله ما هو يعني عدد يعني ممكن شو اسمه المهرجان ذا ممكن تطلع لك في المزاين ذي ممكن ما يصل 50 50 ما تصل 50 حره اللي حره صح لانها فطر راحت العالم كلها دخلت في التهجين.
نعم. كلها ما هي إلا. لا الحين ما الحين. لكن بعد شو اسمه الجوائز ذي والمهرجانات. والله ما تمسكها الحرة. صح أحسنت. لأنها. وش طعمك ذلول ف يعني أهل الهجن. إيه. اللي قلها ذلول زي الحرة المربط ما بعد. صرتك الدرهم. لا لا بترتفع أسعارها. أطيب ولا أطرب اللي وراك. أعطنا اسم طال عمرك وعطنا إضافتك على كلام الربع. محمد عبيد البلوي. ونعم يا محمد. والله الربع ما بقوا شيء إلا قالوه. كل جور فيه شور. أي نعم ولكن الحرة مواصفاتها ما هي مثل مواصفات المزاج. نعم. رصايك. لأن الحرة هي أساس الجزيرة العربية. صح. ومن يعني الوقت الآن الناس تمشي على حسب السوق. الناس صاروا يهجنون. صح. والحرة انقرضت صارت ايش فئة قليلة. طيب. ولكن ان شاء الله بعد الدعم هذا راح تكثر الحراير ومزايا الحراير عشان يحافظون على سلالتها. نعم نعم ولو بدت مع اول ما بدت المزاين كان ضافوا عليها الحرة يمديها لها الان اذوات احنا في طور التطوير. نعم في بداية التطوير. فالحرة زي ما قال ابو صقر اصل يعدوا في اصلها في يعدوا بها خمس يعدوا بها سبع يعدوا بها ثمان ومعها شهادات زي ما تفضلت. طيب ما اللي وراك؟ صالح. صالح صالح مطير البلوي. يا هلا يا صالح وش بتضيف على كلام الربع؟ والله الربع وفوا وكفوا ما في اضافه هبد. ما عندك اضافه؟ ما عندنا طال عمرك الا نتمنى بس ان يكون فيه المهجنات لهندور نتمنى. المهجنات هذه مكتسحة من السوق. نتمنى احنا يا اهل الشمال هنا زي ما تفضلوا الربع ان الحراير الان الناس اتبعوا الهجن من يمكن 20 سنه وجاي. احنا نبغاها ترجع الحراير ودنا انها ترجع احنا وان شاء الله ترجع بعد الدعم هذا لكن لا يمنع انهم يحطوا مثلا يعني للمهجن دور كمان. قلنا لكم لا تسوون مثل اهل السواحل يا اهل الرصايد. والله احنا نتمنى وان شاء الله ما يمنع هذا يطول العمر انه ما يمنع. انا اعرفهم كلكم عندكم هجن اصايل. نعم. لكن الشيخ الله يطول عمره قال المزاين للحراير يعني يب السلالات هذه ترجع. صحيح وهذا دعم للحراير صحيح لكن يبغى لهم فتره عشان يرجعوا الحرار. ما هي مشكله. ايه. الله يحفظك. لكن احنا نتمنى والله نتمنى يكون في دور للمهجنات. نتمنى ان الحراير تكثر ان شاء الله باذن الله. أطلع الاسم الله يحفظ. أنت كم؟ أحمد حميد العطوي. أحمد حميد العطوي طال عمرك. ونعم يا أحمد. ما عليك. وش بتضيف على كلام الربع؟ والله أنا بالنسبة لي الربع إحنا عندنا الشياب أول كان محافظين عليها على الحراير وما ايه؟ ما يضرب السوداني ولا العماني. ايه؟ لكن الآن مع الطفرة ومع سباقات الهجن. قاموا ضربوا السودانيات وضربوا العمانيات. الله يبارك لهم ما نصوبهم. وقليل يعني صراحة الحين موجودة الحراير. الحراير الآن أقول المنطقة اللي عندنا هنا موجودة عند الشلالات وعند النواصر من الحويطات اللي موجودين. نعم. يعني هم الأغلبية اللي أنا أتوقع يعني صراحة فوزهم بمزاين الحراير. محافظين عليها. محافظين عليها. معها شهادات. معها شهاداتهم وعندهم كل شيء عند أمورهم. ما شاء الله. ولكن إحنا بني عطية والقبائل هذه تخالطت بينها مع السودانيات. نعم نعم. فيمكن يكونوا يفوزوا في الفرديات أتوقع ذلك يعني. نعم. بس وسلامتك هذا اللي بالضبط. من تبون اللجنة؟ هلا؟ اللجنة تبونهم منكم ولا تبونهم من خارج تبون؟ احنا نبغى اللجنة من منطقتنا. هي. من منطقتنا اللي احنا ايش عارفين حلالنا وحرايرنا. نعم من ترشحون؟ انا ارشح الشيخ عيد حميدي يستاهل وحسن في حيماني الحويطي. عطنا اسمه كامل. حسن عيد الحويطي. العويط. طيب وغيره بس اثنين؟ والله هذا اللي خابرهم لهم خبره يعني. اي احسنت. اي لا. شكرا لك يا ربي يحفظك. يا ما اللي عندي اضافه يا عضلان كيف تعداك المغرفون وانا الشيخ صالح خلها الله يعطيك العافيه. محمد خليل البلوي. يا مرحبا يا محمد. الله يبقيك. وش بتضيف على كلام الربع يا محمد؟ والله ماني ضايف عليهم مقصر وفوا وكفوا. واللجنه ما تبونهم؟ اللجنه ما يحطوا لجنه ان شاء الله ما يختاروهم لهم الناس قفه. انت عندك حراير ولا لا عندي مهجنات. 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 طيب نبغى لنا حره نصور هذا الحين. وين لقينا حره في السيده؟ في احد عنده حراير هنا؟ لا بس هذا ميدان. الحراير كلها بالانتاج. الانتاج مرعوي كله. اي
احنا نشكرك ابو سيف ونشكر ابو انور استضافتنا. ايوه والله يعطيكم العافيه وما قصرت. الله يعافيك. الله يحفظك. الله يحفظك. عاد عندك اضافه يا ابو انور؟ شكرا للجميع. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. تشرف طال عمرك بحضوركم وزيارتكم لنا. طول عمرك ويسلمك. عزبتنا في ميدان الهجن.